يعني ماشي يا معلم خلفاوي براحتك. وبعدين في الزفت خلفاوي ده هعمل له ايه يعني؟ عمال بيزن عليا يزن عليا كل شويه عشان الفلوس بتاعته. طب يا دوله ما دام يعني عمال يزن على ودانك كده هو ما تحط له قطن في ودانك هنا او سفنج. انا مش عارف اعمل ايه مع الراجل ده، بيكلمني كاني شغال عنده يعني بشنبه اللي عامل زي قرن الجاموسه ده. لا بس بصراحه يا دوله يعني معلم خلفاوي ده راجل جدع. جدع ايه يا ابني؟ ولا جدع ولا حاجه. ده انا بقى ما بقاش جدع لو ما خدتش فلوسي دلوقتي. معلم خلفاوي والله حضرتك لسه كنت جايب سيرتك انا والحيوان ده. بأمارة قرن الجاموسه ها؟ عسر الكلام. اطلع بفلوسي يا نصاب. بص حضرتك انا مش نصاب ولا حاجه، انا ليا فلوس كتيره قوي في السوق بس الناس ما عندهمش دم ما بيدفعوش حضرتك لغايه دلوقتي يعني. ما تقول لنفسك يا اخي. قصدك ايه؟ قصدك ان انا ما عنديش دم؟ ماشي، عموما الشتيمه بتلف تلف وترجع لصاحبها. اما صحيح اللي اختشوا باتوا ابقى مضايقينك وتغلط فيا وفي منطقتك. طيب عادل، انا هاخد فلوسي تالت ومتالت ولا انت؟ ماشي على مفخيرك اركبه. مع الف سلامه يا معلم الكل. الف سلامه الف سلامه. مش تقول لي يا غبي، مش تقول لي ان هو واقف ورا ظهري. احسن. ماشي ماشي يا رمزي مفرجتك. بقول لك إيه؟ ايه، عايزك تطلع تجيب لي التمثال بتاع حتحور ده اخده معايا وانا رايح للمعلم ابراهيم يمكن اخد منه فلوس. حاضر. لا لا، ولا اقول لك لا لا بلاش هتكسره، ما انت هو بتكسر طول الوقت. انا هطلع اجيبه بنفسي، وادي السلم كويس. ماشي اطلع بقى دولة. بس بقول لك ايه، اطلع واحده واحده. ليه يعني؟ طالع سلم المجد؟ ايه ده السلم بيرقص كده ليه يالا؟ ايوه يا دوله، ما السلم ده اللي جايبينه من شارع الهرم. رجلي يالا، رجلي. يا دوله نسيت اقول لك حاسب السلمه المكسوره. يخرب بيتك، جاي دلوقتي تقول لي حاسب السلمه المكسوره؟ رجلي يالا، اتصل بالاسعاف ولا اتصل بدكتور بسرعه؟ طب انا ما ينفعش اتصل بالدكتور وهو اللي اتصل بالاسعاف ويجي؟ اعمل اي حاجه، الحقني يالا، رجلي شكلها اتكسرت ولا بسرعه. بس الف حمد وشكر ليك يا رب، السلم لسه بخير. اتصل 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 اتصل. حاضر يا دوله. مليني دوله. كام يا دوله؟ نمره ايه؟ نمره الدكتور 5 و5 يا حبيبي، 5 و5 عين وصابتك ورب العرش نجاك يا ماما. وانا خبطت في ميكروباص منه للازف في الطين رمزي،
انا كنت خايف ان هو يكسر التمثال، كسرت رجلي وكسرت التمثال. معلش يا دولة، الف سلام عليك يا عم، بكره ان شاء الله تخف اهو، واللي اتكسرت جبس اهو. دولة، مش كنت تاخد بالك برضو كده يا عادل عشان ما تتكومش؟ انا مش عارفه انت اصطبحت بوش مين النهارده. انا عارف اصطبحت بوش مين. ايه الخفه اللي انتوا فيها دي انتوا الاثنين؟ هو ايه سكتنا له دخل بحصان ولا ايه؟ بابا، هو ده الجبس اللي بيبنوا بيه العمارات؟ بصي جسيه كده اهو. عموما اطمنوا يا جماعه، الدكتور طمني خالص على الاخر، يعني قال ان هو تمزق في الوريد الشرياني ويتبعه تقلص في العضلات وتمزق فيها، واذا حمل عليها اكتر هيحصل انهيار كامل العمود الفقري كاملا من اوله لاخره. بس والله في امل يا عادل. يا نهار ابيض، لا ده انت طمنتيني خالص، ده انا كنت خايف. الحمد لله يعني انها جت على تمزق. يا نهار اسود يا حبيبي، اذا ما كنتش انا اطمنك مين هيطمنك؟ بس يا عادل، ده انا شريكه حياتك يا بابا. طبعا يا حبيبتي، انا اكتشفت فعلا ان انت اللي شركت حياتي. دولا انت كده بقى هتبقى ابو رجل مسلوخه. يا عادل، طب انت هتعمل ايه في الاسبوعين دول؟ هتروح البازار بكرسي ابو عجلات؟ ابو عجلات يعني؟ ان شاء الله ما فيش مشكله خالص بالنسبه للبازار. بس بجد يا جماعه، انا متفائل بالروح اللي حواليا دي، يعني مبسوط جدا. لا، وانا عايزك تتفائل اكتر علشان موضوع البازار ده محلول اصلا. محلول اصلا وبتقوليها بثقه كده وتشوحي بايدك؟ هتعملي ايه بقى يا ننوسة عين مامتك؟ هتجيبي التماثيل ترصيها جنبه على السرير، ولا اقولك نصف فاترينا كده ورصي فيها التماثيل بايدك؟ يا جماعة، على فكرة، واللي يجي يشتري منه التماثيل يجيب بقى كيس فاكهة معاه. لا يا خفة، انا اصلا قررت ان انا هروح اقعد في البازار مكان عادل. ده على اساس انك خريجة قسم اثار فرع بازارات، صح؟ يا رانيا يا حبيبتي، البازار ده مسؤولية وده شغل ضخم ما يقومش بيه 100 راجل على الاقل. يا عادل والنبي، اديني فرصتي بقى، اديني فرصتي عشان اثبت ان وراء كل رجل مكسور امرأة عظيمة. ميل وسجينة والحمل ميل وسجينة، شباكنا ستاير وحرير. ايه الزفت اللي انت بتعمله ده على الصبح؟ صباح الفل يا رانيا. بص، انا قلت بقى دولة مش موجود ففرصة اخد هدومي في امين. ما تقلعش انك تغسلولك يا رانيا. شيلي الهباب اللي انت بتهببه ده يا قرف، واعمل حسابك من النهاردة وطالع انا هنا زي عادل بالظبط. خلي بالك بقى من رجلك، الغربال الجديد له شده برضه. شفتش قاعد في بازار؟ فعلا يا رانيا، يعني هي لو كانت غساله كانت تبقى ارحم. بص يا رمزي، استاذ رمزي لو سمحتي، انا من خلال دراستي لحالتك اشك بل اكاد اجزم ان انت عندك انفصال او انسلاخ في الشخصيه. ربنا يحفظك. الاقي عندك تمثال امون را؟ والله يعني للاسف كان عندنا وخلص. طب ولا تمثال حورس؟ والله يعني للاسف ما كانش عندنا وخلص. ايه ده؟ شغالين ازاي؟ فين صاحب المكان؟ والله يعني هو انكسر وخلص. بص يا خلص، استاذ خلص لو سمحتي، من خلال فهمي للمشكله توصلت للحل، وهي انك تمسك ورقه وقلم وتلف على البازارات اللي حوالينا تشوف في ايه هناك مش موجود عندنا وتكتبه. بس ايه؟ اوعى حد ياخد باله منك. يعني كده هو انا اكتب وانا مش واخد بالي ان الورقه معايا مخبيه ورا ظهري؟ يعني اعمل اللي انت عايزه يا رمزي، بس المهم الورقه دي تكون عندي النهارده. ايوه رانيا، بس دول لو شافونا هيموتوني. يا اخي يا ريت، ابقى كده وصلت لاول خطوه لاصلاح البازار ده. حد اتكلم النهارده؟ الحاج خفرع. ومين الحاج خفرع ده؟ تاجر من تجار التماثيل، بس ايه، يعتبر صنم في المجال ده. طب هو عايز ايه؟ كان بيسال يعني على البضاعه اللي هو كان عايزها مننا. طبعا مفيش بضاعه، لان هي دي مشكله. لا يا رانيا، المشاكل كلها عند المعلم خلفاوي. ليه؟ هو المعلم خلفاوي عايز مننا تماثيل؟ لا، احنا خدنا منه تماثيل وما ادينالهوش الفلوس عشان احنا ناس ما عندهاش دم. فلوسنا فين؟ احنا بقى فلوسنا عند ناس تانية ما عندهمش دم غيرنا. يعني احنا ما عندناش دم وهم ما عندهمش دم. انا كده بقى عرفت المشكلة فين. ماما، انا مش عارف انقي الرز ده صح ولا غلط، لان بطلع منه الزلط، بس حاسس ان بطلع الرز مش بطلع الزلط. يظهر بقى ان الكسر بتاع رجلي ده اثر على نظري. الف بعد الشر عليك يا حبيبي، انا قلت بس اسليك بدل ما انت قاعد كده لا شغله ولا مشغله. وهو الواحد برضو يعمل بلقمته. عشنا وشفنا عادل قاعد بينقي رز ومراته ماسكه شغل البازار. ما حدش يتكلم عن ماما كده، دي بقت راجل البيت دلوقتي. خروسي. ماما بقت راجل البيت وانا بقيت ايه؟ خيال مقاتة. شايف بنتك المفعوصة مصوفة الرقبة؟ صحيح اقلب القدر على فمها تطلع البنت لامها. ماما جت وحشتيني يا ماما، حشتيني يا ماما. روح ماما، قلب ماما وحشتيني موت.
الخير يا جماعه. نور. ها ايه يا رانيا، ايه الاخبار؟ جبتي لي حاجات اللي انا طلبتها منك؟ اوه يا عادل نسيت، معلش انت عارف زحمه الشغل يا حبيبي. طمني عليك، رجلك عامله ايه؟ الحمد لله، هو قاعد زي اي ست بيت شاطره بيتنقي الرز عادي جدا. حشتيني يا حبيبتي، هو شداي ام اوكي يا مامي. انت عارفه بنتك بقى وقدراتها، انا عايزه اثبت لعادل ان وراه ست تاكل الزلط. اهو يا حبيبتي الزلط مجهزه لك لوحده اهو، تاكليه براحتك يعني. طب يا حبيبي اخش اغير انا بقى. حماتي حبيبتي لو سمحتي من فضل حضرتك، انا عايزه بعد كده اجي من الشغل الاقي الاكل جاهز على الصوف، لان انا بتعب يا جماعه، بتعب فعلا. رعوني رعوني، الله يخليكم، بتعب اوف. وادي الرز وادي الزلط، مش حب مش عايز اكل رز. رانيا، هو انت مش هتخرجيني النهارده زي ما وعدتيني يا حبيبتي ولا ايه؟ والنبي عادل يا حبيبي سيبني في اللي انا فيه. طب جبتي لي كريم الشعر اللي قلت لك عايزه؟ يا عادل انا في ايه ولا في ايه دلوقتي؟ وانت بتعملي ايه بالورقه اللي معاكي دي؟ برتب شويه افكار هتخلي البازار ده بازار الاحلام. انا حاسس انه هيبقى كابوس الاحلام. انا تشوفي يا حبيبي افكاري هتوصلك لايه؟ انت محسساني ان هرجع لاقي متحف. بص يا عادل، انا مؤمنه بحكمه بتقول ان اللي بيقول ما بيعملش واللي بيعمل ما بيقولش، وانا مش بقول علشان انا لسه بعمل ولسه ما عملتش ومش هقول غير لما اعمل. ايه ده ايه ده ايه ده، هي دي حكمه ولا فزوره؟ ماما ماما بقول لك ايه، عايزه مصروفي. ايه ده يا ياسمينه يا جميله، معقوله هتاخدي مصروفك من ماما وبابا موجود؟ هاتي لي البوك، قصدي هاتي لي المحفظه. هو انت خدت مصروف من ماما؟ عاجبك كده يا رانيا؟ شايفه الكلام اللي ياسمين بتقوله؟ خدي يا ياسمين، خدي حبيبتي، يلا يا ستي. رانيا انا لسه ما خدتش. خدي يا ياسمين، ادي لبابي. انا خدت ايه يا ابني؟ عادل عادل عادل، في واحد بره عايزك، اسمه خوفو. اسمه المعلم خفرع. خوفو خفرع اهرماته خلاص. طيب بدل ما توقف الراجل بره خليه يدخل ويقعد في الصاله واعملي له حاجه، بدل ما انت واقفه زي ابو الهول كده. ايه ابو الهول؟ طب بس افك الجبس واقوملك. اهلا 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 يا معلم خفرع، اهلا 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 يا حبيبي يا اعز واعرق صديق ليا. ربنا يخليك. ازيك يا عادل؟ الله يسلمك، اتفضل اتفضل. الف سلامة. والله يعني تعبت نفسك بزيارتك لينا دي، يعني مش معقولة يعني. لا والله انا اول ما عرفت اللي حصل ده فرحت، قصدي زعلت، وقلت واجب ان اجي ازورك واقعد اطمن عليك ساعتين ثلاثة خمسة ستة عشرة زي ما انت عايز. يا نهار ابيض، يعني واضح ان حضرتك فاضي يعني يا حاج، يعني هو فعلا يا بخت من زار وخفف، لكن حضرتك هتقعد معايا 10 ساعات ايه على ما تخلص البرتقال اللي انت جايبه؟ برتقال؟ ده تفاح، تفاح امريكاني. تفاح امريكاني. ده تلاقي فيه بوش بقى. ايه بوش؟ يبوشك في الفلوس ب 15 جنيه الكيلو، ولما تروح بعد ما تشتريه ما تلاقوش تفاح، تلاقيه زي ما انت قلت برتقال. عموما يعني متشكرين جدا والله يا حاج خفرع، مش عارف يعني انه ردها لك ان شاء الله في الافراح. لا لا مش عايزك تردها لي، استنى بس لما تشوف انا جايب لك ايه تاني. ايه؟ جايب لك معايا احلى هديه، هديه 100 100. ايه ده، تمثال رجله مكسوره؟ بالمناسبه هو رجله مكسوره وانت رجلك مكسوره، يبقى الرجلين مكسورين. نردها لك ان شاء الله واجيب لك تمثال رقبته مكسوره. فكرتني بالواد ابني الشقي، دايما بيكسر رقبتي. راح اتجوز من ورا مني، اتجوز واحده رقاصه وجارته اتجوزها كده، لا عرفي كمان. اتجوزها عرفي؟ انا نسيت صحيح يا معلم اعرفك بالمدام، رانيا مراتي، بس متجوزها على سنه الله ورسوله، مش عرفي ولا حاجه. الحمد لله. اهلا يا معلم، نورتنا وشرفتنا. لا لا انا بشرف بس، انما النور منك انت، انت اللي نورتين. ما قلتليش اخبار التماثيل اللي انا طلبتها منك ايه؟ موجوده ومركونه عندي بقى لها فتره طويله، لدرجه انها ادمت قوي، يعني بانت انها اثريه بحقه حقيقي. بس بيني وبينك يا استاذ عادل،
انت مش عاجبني في شغلك اليومين دول، مش عاجبني. ما هو ده راجع حضرتك للاسلوب التقليدي السريالي اللي بيتعامل بيه عادل مع اداره الشغل. ايوه انا عايزاني اعمل ايه يعني؟ اجيب الزباين بمطوه من قدام باب البازار اخليهم يشتروا بالعافيه؟ انا رايي ان احنا نواجه تحديات السوق بان احنا نطور من نفسنا عشان نبين تفردنا في السوق. ولو اني مش فاهم حاجه من اللي قلتيه، انما كلامك 100% هيبقى مظبوط. احدي لحضرتك مثل، ايه رايك مثلا واحنا بنبيع اي تمثال ننزل معاه دفتر عناوين وارقام تليفونات شركه السياحه والطيران والفنادق، وفي نفس الوقت كمان عنوان البازار والحاجات اللي موجوده فيها از دعايه يعني للبازار. ربنا يخليك ويبارك فيك كده 100%. هي الطريقه دي اللي هنمشي بيها كل الحكايه. هو ايه اللي 100%؟ طب ما بالمره بقى نعمل امسكيات تتوزع في رمضان. يا سلام، بصراحه انت معاك ست ولا كل الامسكيات. قصدي ولا كل الستات. لا وانت الصادق، انا عندي ست ستات. لا ده انا هقول لحضرتك بقى على فكره انما ايه هايله. ايه راي حضرتك ان احنا نتفق مع شركات السياحه انها تنزل عندنا الافواج مقابل كماشر هياخدوه من الارباح؟ لا شايفه راجل فعلا ما يجيبها الا ستاتها. كلمت المعلم خلفاوي زي ما قلت لك؟ اتصلت بيه وزمانه جاي. ربنا يستر يا رانيا، ده انا خايف يجي يولع في البازار وفينا. ده الكلام ده لو انا مش موجوده هنا. مش موجوده ايه ده؟ اذا كان دوله ما كانش قادر عليه، انت هتقدري عليه؟ ممكن تخلص وتنقطني بسكتك؟ وده من اللي قلت لك عليه. اتفضل خد الورق ده. ايه ده، انت داخله انتخابات ولا ايه؟ ده دعايه للبازار يا غبي. يا ايه الافكار الجميله دي؟ انا مطلوب توزعها على السياح كلها. يا ايه الافكار المتعبه دي؟ يلا يا شو مالك؟ ولا تعالى هنا. ايه بتبرط بتقول ايه؟ ما بقولش. لا بتقول. انت بتقول ايه يعني؟ بحسب. يلا قول. السلام على من يرد السلام لاحلى مدام. اهلا اهلا يا معلم خفرع، اتفضل اقعد اتفضل. ربنا يخليك ويبارك فيك. الطلبيه جاهزه؟ طبعا جهزت يا معلم، انت تقوم. ربنا يخليك، بس انا معذور شويه، ارجوك هدفع نص المبلغ وبعدين بعد سنتين هدفع الباقيين. قصدي بعد شهرين. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا اهلا يا معلم. مين؟ المعلم خلفاوي. اهلا يا معلم خوف وخفرع. يبقى احلى ادائك يا اخي. اتفضل اقعد اتفضل. الحقيقه يا جماعه انا جمعتكم النهارده عشان نحل مشكله المعلم خلفاوي مع عادل. لا مؤاخذه يا مدام، الاستاذ عادل زودها معايا قوي، وبعدين انا صاحب حق يا ناس. معلش يا معلم، اصل هو مش مطنشك، بس هو الموضوع ساعات يعني البني ادمين بتمر بظروف، والمشكله ان شاء الله محلوله. محلوله ازاي يعني؟ احنا لينا فلوس عند المعلم خفرع، هيدفع لحضرتك جزء دلوقتي وجزء بعد شهرين. اصل الفلوس دلوقتي مع تيوس، وبالنسبه لي ان شاء الله مفيش مشكله. بس شهرين كتير قوي يا مدام. ويمكن كمان قبل شهرين، ويمكن يومين، بعد ساعتين لما ربنا يفرجها ان شاء الله. اظن كده يا معلم احنا خرجنا خلاص بره الموضوع، ومشكلتك مع عادل اتحلت. صافي يا لبن بقى. لا 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 بلاش بلاش، اطوي 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 اطوي. لا خلاص خلاص، ده ايه، هيفك لي الجبس ولا هيقطع رجلي يا دكتور؟ حضرتك اثبت شويه، ما تبقاش عيل. ما بقاش عيل ولا يعني عشان ابقى راجل؟ استنى يا عم محمد، وانا عشان ابقى راجل يعني يقطع لي رجلي؟ خمس دقايق من المنشار وهتخلص. بص حضرتك، انا بحب الجبس جدا يعني، يا ريت ما يقطعوش خلاص، لان انا ولفت عليه وبعدين بتفي لي رجلي يا دكتور. في ايه يا عمته؟ هما جايبيننا يا دكتور من المطبخ ولا ايه؟ اسكتي خالص، احسن لو سمعك هينشر لك رجليكي كده. ينشرها؟ بس يا ريت قبل ما ينشرها يعصرها. خلاص يا سيدي، شلنا الجبس، كل كسر وانت طيب. وانت طيب يا دكتور، عقبالك كده ان شاء الله، وممكن الصبح تنزل الشغل. الف سلامة. استاذن احنا بقى. اتفضل. مع الف سلامة. مع الف سلامة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
يلا قوم يا بطل شد حيلك الحق انقذ ما يمكن انقاذه. في يا سناء البازار ولع ولا ايه؟ لا قصدها تقول ان مراتك عامله فيها ام العريف. جيب العواقب سليمه يا رب. اه والنبي يا حاجه ادعي لي. ما تلحق يا عادل تكلمها في التليفون احسن تكون بعت لك البازار. ما انا كل ما باجي اكلمها عامله لي بنضارتها كده مش عارف اتكلم معاها في اي حاجه خالص. الله هو انت ما تعرفش هي بتعمل ايه؟ والله يا ماما لغايه دلوقتي مش عارف لا شفت منها الابيض ولا اسود بس ان شاء الله ان شاء الله كله هيتعوض. يا ماما دي حد عارف يكلمها؟ اللي عامله نفسها بتعمل لي دكتوراه بنضارتها دي. انا بقى بستحلف لها. هتعمل ايه يعني؟ هجيب شويه رز من ابو زلط واخليها تنقيه. السلام عليكم. عليكم السلام. دولة حبيبي وحشني يا دولة. الف سلام عليك يا دولة. اهلا اهلا اهلا. والله يا دولة احنا في غيابك ولا لينا اي لازمة. يا ابني انت في حضوري او في غيابي مالكش اي لازمة يا رمزي. حبيبي يا دولة. ايه البازار ده يلا؟ هو البازار ده بتاعنا ولا ايه؟ لحظة واحدة اروح اسأل اي حد معدي بره واجيلك في الرئرة. لا 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 روح اسأل وما تجيش خالص. يلا اتكع على الله. لا حبيبي اضربني والنبي يا دولة اضربني. حبيبي بصراحة يعني يا دولة الشغل في غيابك كان فريرة. قصدك ايه يعني؟ قصدك اروح اجبس رجلي تاني عشان يفضل فريرة؟ يا ريت بقى. اضرب 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 اضرب. والله مش فاهم عينيا مش فاهم عينيا. يا غبي اسمها مش مصدق عينيا. يا الف حمد لله على السلامة يا استاذ عادل. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ازيك يا معلم خلفاوي؟ اتفضل اتفضل. معلش يعني انت المره اللي فاتت لما شرفتني رجلي اتكسرت ربنا يستر بقى المره دي. يا سيدي عفا الله عما سلف. وبعدين انا خلاص خدت حقي. خدت حقك عشان رجلي اتكسرت يعني هتتنازل عن فلوسك؟ انا مالي ومالي اتكسر. انا خدت فلوسي من معلم خفرع. المعلم خفرع ازاي ده حصل يعني؟ الست بقى الست مراتي دي توزن ذهب. ست مخها يوزن بلد. ست ذوق. امال ايه؟ مراتي هي اللي افتكرت. ما عارف دي كلها بناء على توجيهاتي يعني. انا اللي قلت لها حاولي تظبطي كل حاجه ولبسي طاقيه ده لده. فواضح ان انت اتخذت الطاقيه وديت المعلم خفرع طاقيه. خدت طاقيه؟ نفسي اخد طاقيه. اديك. حبيبتي ده خاتم ذهب يعني هدية صغيرة اعتراف بالجميل اللي انت عملتيه. يا عادل يا حبيبي والله الموضوع مش مستحمل خالص. يعني ده واجب عليا والمفروض ان انا كنت اعمل كده. عادل اوعي يكون ده عيار 18. حبيبتي جينا بقى للكلام الفالصو. بجد يا رانيا انا مش عارف اقول لك ايه على موقفك الرجولي اللي انت عملتيه. رانيا انت راجل يا رانيا. ما تحافظ على ملفظك يا عادل. راجل ايه وبتاع ايه؟ ايوه طبعا يا حبيبتي انت قمتي بدور ما يقومش بيه 100 راجل لان انا طبعا ب 100 راجل انت عارف. يا سيدي ده واجب علينا يعني. اتكسر انت بس كده كل يوم وشوف انا هعمل عشانك ايه. اتكسر وكل يوم؟ فعلا حافظي على ملافيزي. اقولك الخاتم ده انت ما تستاهلهوش يا رانيا. خلاص خلاص.